حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. كويس وسرطان ازاي اتحطوا في جمله واحده؟ انا محظوظه عشان السرطان خلاني اشوف حلاوه الدنيا، خلاني اقدر الحاجات البسيطه ما كنتش بقف عندها، ما كنتش بشوفها. انا النهارده اخترت حياه اهدى بكتير، بس انا مبسوطه فيها اكتر. بقدر الحاجات الصغيره، تفاصيل زي ان انا استطعم اكله بحبها مثلا، عشان انا قعدت فتره طويله مش عارفه اكل، ماليش نفس، في قائمه محظورات قد كده، غير ان الاكل كان طعمه متغير. فكره انك تنام 6 ساعات ورا بعض من غير ما تصحى كل 10 دقايق بسبب الوجع، بسبب التفكير، دي نعمه. فكره انك في وسط مشاكل، في وسط ازمات، تلاقي حاجات صغيره ومواقف تضحكك من قلبك. فكرة أصلاً إن أنت قادر تضحك في وسط الأزمات، دي نعمة. حلو قوي إن أنت تبقى شايف هتبقى فين كمان 5 سنين، حلو. بس الأهم إن أنت تبقى شايف أنت فين دلوقتي، وتتبسط وتستمتع باللي في إيدك. والنهاردة بمر وبحلاوته هو اللي في ايدك. الله الله عليك يا أمينة، أنا فخورة فعلا بحفيدتي. عارفة الفيديو ده بقاله يومين بس واخد 30,000 مشاهدة، مش بعيد بنتك تنزل الانتخابات. بتقولي فيها يا ماما؟ أنت عارفة أمينة لما بتحط حاجة في دماغها بتعملها. طبعا طلعالي. يا سلام، يعني طلعلك ومش طلعلي؟ بقول لك ايه، انتوا الاثنين طلعلي. ترجمة
صباح الخير. صباح النور. البدلة طلعت. يبقى رايح تقابل أنكل. يحيى طلعت في دماغه انه هيسافر. بيقولوا ان عنده شغل مهم، فانا محتاجه اروح اظبط معاه كذا حاجه قبل السفر. افهم من كده بقى ان احنا مش مسافرين؟ محتاجين ناجل لحد ما يرجع. انا بصراحه مش عايز اعمل معاه مشاكل. هو شايف ان انا من يوم ما رجعت الشغل بركز مع هشام اكتر. طب ما انت بتحب شغلك مع هشام اكتر. أقول لك أنا بحب إيه؟ أنا طبعاً وبرضو بحب الجبنة البيضة العادية، يعني كفاية تجارب. أعترف إنك فشلت. حرام عليك، حرام عليك، ده طعمها زي الجبنة الفتة بالظبط. لا لونها بس طعمها لا أبداً. طب جرب. لا أبداً. معلش تعال على نفسك، اصل الدكتور بيقول ان دي هتفرق كتير في ان الحمل يحصل. بس انا مش هحمل. بالظبط، انت مش هتحمل. انا اللي تعبانه وانا اللي عايز احمل، وانا اللي باخد ادويه بقالي شهور عشان اعرف اشيل ابنك في بطني 9 شهور. فممكن لو سمحت تيجي على نفسك وتاكل شويه اكل من غير سمنه وشويه جبنه بيتي. بصراحة يعني الموضوع مش سهل خالص يا رام. عارف يا سارة ان الموضوع مش سهل، بس ما كمان مش هنفضل نأجل في الحاجات كده. ده انت قعدتيني مستني اسمع منك وكمان 3 شهور يعني. وبعدين شهرين ونص لو سمحت. وبقالنا شهرين من بعدها في محاولة التمهيد عندكم في البيت، ان اصلا موجود في حياتك. احنا برضو يعني مش عيلة سبور قوي عشان كل شوية اقول لاهلي بقى انا خارجة مع رامي، داخلة مع رامي، طالعة مع، يعني ابويا اصلا صعيدي. طيب اوكي، اول بقى اما الجداول الجديده هتنزل هبقى اكلمك على طول. ماشي اوكي، يلا باي. لا الهجمه الشرسه دي انا عارفاها يا سلم. شفت زياد النهارده؟ ونزلت الباص كمان. ما قالكيش انه زعلان منك؟ زعلان مني انا؟ طبعا، لانك وعدتيه 30,000 مره انك هتفسحيه وبعدين ما حصلش. وبعدين عايز اقول لك ايه؟ حجة انك مشغولة واللعبة دي ما تنفعش معاه، ما عادتش بتاكل معاه. يبقى الموضوع مش حجة ولا لعبة، هي الحكاية انه انا عارف شغلك، لازم تنظمي حياتك ما بين شغلك وبين زياد. زياد ده كان أول واحد في حياتك، لكن دلوقتي الموقف مختلف. أرجوك يا بنت عشان خاطري، نظمي حياتك شوية. طيب هنتظر التليفون من معليش. مع الف سلامه يا باشا، مع السلامه. شكله خبر كويس. كويس جدا. خدنا الارض وبالسعر اللي احنا عارضينه. الف مبروك. مبروك عليك انت. المشروع ده انا هسلمه لك من بابك. بس محتاج حد متفرغ. فنتكلم لما ترجع. سليم. من غير ما تتعصب بقى. انا ما قلتش حاجه. ولا هتقول اسمك. خد بالك انا ما بتدخلش في الحاجه اللي بتعملها بره الشغل، فمش عايز الناس اللي بره الشغل تتدخل في الحاجه اللي بتعملها هنا. اوكي؟ واللي بره الشغل ملوش علاقه باللي بيحصل في شغلك. ايوه، الموضوع ده لازم تركز فيه كويس، لانه ليك ولاولادك ان شاء الله، يعني لو ربنا اراد. يعني طيب طمني لما توصل. ان شاء الله. على فكره النقطة عندك بدات تظبط قوي. احسن بكتير. تهتهب تروح وترجع. ان شاء الله هتروح مش هترجع. طيب لو عوزت حاجه انت وامين من بره بكلموني على طول.
بس على الاقل كنت تكلميني. يعني كنت اعمل ايه بس يا عادل؟ عليا كانت شبطانه في دراعي طول النهار، ما سابتنيش ولا دقيقه. يعني كنت عايزني اقول لها ايه؟ عندي رانديفو مع عمك ولازم اكلمه علشان اعتذره. معقوله؟ هي كده ولا كده؟ كان مسيرها هتعرف. تاني تاني يا عادل نادي، احنا مش عيال صغيرين عشان نعمل شغل المراهقه ده، نقعد نتكلم في نص الليل بعد ما كل يكون نام ونتقابل في حتت بعيده. انا بصراحه مش هقدر افتح البنات في اي حاجه غير بعد جوازه عليا. ولا بعدها؟ والله ابدا، والله ابدا. انا هقول لها بجد والله، لو انت فاكر ان انا يعني فاكر ان انا مبسوطه و... انا كمان مش مبسوطه باللي بيحصل ده، بس مش هقدر اقول ان انا مش مبسوطه قوي. يعني اصلا جو المراهقين ده لذيذ، بسنتك مش لذيذ. خلاص الحبة عادل، انا عارفه ان انا جايه عليك، وعارفه ان انا كده مره واحده رميت عليك حمل البنات من غير استئذان. الحمل ده كان لازم انا اشيله معاكي من زمان. وبعدين انا مش متضايق انك انت جايه عليا، المهم ما تجيش علينا احنا الاثنين. طب خلاص اضحك عشان خاطري، اضحك بقى. حاضر، بس بشرط. وانت بقى وافقتي على الشرط ده؟ قلت له افكر. وفكرتي؟ الله العظيم انت هتموتيني بجنانك ده. يا رويا انا ما حسيتش ان انا عايشه الا بعد ما انا وعادل رجعنا لبعض. انا في الاول كنت على طول بفكر في البنات، ما كنتش بفكر في نفسي. انما دلوقتي حقك بصراحه تفكري لنفسك. بس قولي لي، هتقولي لزوزو ولا لا؟ انا اقول لزوزو؟ اه انا؟ اه لا يوم. ليه يا اختي، هتتكسفي ولا ايه؟ اه طبعا اتكسف اقول لها حاجه زي كده. بطلي كسوف بقى يا ناديه. في ايه ده؟ ايه اللي انت مطلعاها تلبسيه ده؟ يا شيخه دوري على حاجه شفتيش كده، فكيها على نفسك وعلى الراجل بقى. فكيه. تخرج تروح فين بس يا عم نعيم دلوقتي؟ هروح، انا مش مرتاح هنا. اه واضح ان عمك مقصر معاه. لا من الناحيه دي الراجل حاططني في عينيه، بس انا شايف ان المساله طويله شويه. انا اقول بدل ما اموت هنا على سرير المستشفى اموت في بيتي وعلى سريري احسن. ده ايه اللون الغامق ده؟ في ايه يا حبيبي؟ عارفه بنته كانت هنا الصبح برضه شايلها الهم، همشي واروح. انا حاسه ان قاعده في عمر مكرم. لا عمر مكرم ولا حاجه. أنا قلت لها أنا لا عايز عزا ولا عايز جوامع ولا عايز حاجة مني خالص. وبعدين هتروحوا مني فين؟ طبعاً من بتدوروا على قاعة تفتحوها بس وتنحنحوا وتبصي كدهوت على جنب تلاقي واحد وصاحبه قاعدين عمالين يتكلموا في ماتشات الكورة، وعلى الناحية التانية واحدة قاعدة هي وصاحبتها عمالة تقول لها المصاريف والأساتذة والمدارس. أسرة فارق. سيادتك تحب يعني العزا بتاعك يبقى شكله إيه؟ أقول لك؟ قول. أنا عايز جنازة زي الأفلام الأمريكاني كده، يعني فيها أكل ومزيكا وكده. خلاص هعمل لك عزا زي عزا الصبوح، كله رقص. لا والله أنتوا الاثنين لازمته إيه السيرة دي دلوقتي؟ سيرة؟ دي سيرتي، يعني شيء يخصني لازم يتقال على حياة عيني وفي وشي. وبعدين كلنا مروحين، وانا ما بحبش لا البكا ولا النكد. مادام كده كده احنا مودعين، يلا. طيب انا هودعك وداع مؤقت مؤقت، ومش عايزه بنتك تكلمني تشتكي منك تاني يا عم نعيم. لا 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 ما تخافيش. الدلع. اه لا انا قلت الدلع يا اخوي. الدلع وتنحنح كده، انا احس انك عيان. جايه معايا؟ لا هقعد معاك، قاعد على قلبي. يا بختك. يلا باي. باي باي. مع السلامه حبيبتي.
مين اللي كسبان؟ مقطعه مقطعه. طب ما تحكي لها كده على الماتش اللي فات، عامل ايه يا مينا؟ تمام الحمد لله. بص انا قاعده مع ساره بره، كان نفسي اخدمكم بس واضح ان انتوا ظبطتوا نفسكم. انا دوقته المربى بتاعتك وعجبته جدا. هو في الاول ما كانش عارف انها مربى بس عجبته. طب ليه بتفضحني؟ تسلم ايدك، طعمها تحفه على فكره، هتتعود عليها، هي بس من غير سكر. بس معلش صاحبك غاوي رمرمه في الشوارع. ماشي. ايوه كده ظبطيه يا ابني، المربى دي بره بشيء وشويات. تعالي بقى تعالي قولي لي تاني بقى، ايه رايك بقى؟ تاني؟ تاني يا ساره؟ ايوه يا بنتي، انتوا ليه محسسيني ان الموضوع ده اسهل حاجه في الدنيا؟ انا لحد دلوقتي مش قادره استوعب ان في حد بعد الوضيع دخل حياتي. ومحتاجه كام سنه كمان عشان تستوعبي يا حبيبتي؟ رامي خلاص قرب يزهق، خلاص استوعبي بقى، استوعبي بقى خلاص. يعني مش هتكلم معاكي في الموضوع ده خلاص، مش عايزه اتكلم معاكي. انا قلت طالما ما دخلتيش تسلمي اكيد في حاجه مضايقاكي. تعالى تعالى يا حبيبي. لا هي بس مكسوفه تدخل عشان هشام، هو مشي؟ اه ايوه. انا لابسه لبس البيت، مراتك نزلتني على ملا وشي، مش عامله حسابي ان عندكم ضيوف. ضيوف هشام؟ احنا مش ضيوف، ده لاجئ عندنا زيك كده بالظبط يا حبيبتي. امينه امينه. انا اسفه. المهم انت تمام؟ هي بس واضح ان رامي ده في ذنب كبير عنده، وهي بتكفر سيئاته اليومين دول. ساره انت ايه اللي مضايقك؟ يعني طريقك مفيش حاجه يقدر يعملها، والقانون في صفك. رامي واحنا الاثنين بصمين بالعشرة انه راجل هاجي، وانتي واضح جدا ان انتي مبسوطة معاها. ايه المشكلة؟ لا هي مبسوط مبسوط. بص ايوه بص ايوه، هي بس بتدور على النكد بالملقاط. لا طبعا، انا كل اللي هاممني دلوقتي زياد. يعني مش معقولة يعني احنا الاتنين بنفكر في نفسنا، هو ابوه اتجوز وانا يعني بصراحة كده انا حاسة ان انا بني ادم انانية بجد. هو ايه اجواء الفيلم الهندي اللي انت معيشاها لنا دي؟ ليه محسساني ان مرات ابوه بتضربه كل يوم بالليل؟ زياد كويس على فكره، ومرات ابوه كويسه جدا معاه، وغالبا رامي هيبقى كويس جدا معاه برضه. خايفه من ايه؟ ساره خفي على الواد، ما تزهقيهوش، الراجل لما بيزهق بيتفش. والله لا تعالي لي انت بعدين بعدين بعدين. انت رايحه فين؟ انا طفشناكي ولا ايه؟ اه لا ما طفشنيش. بص انا عايزه اروح عشان انام. لولا مراتك انها صحتني كده وجرجرتني في انصاص الليالي كان زماني دلوقتي نايمه بقالي ساعتين. ايوه عشان انا ما بشوفكيش يا ساره، انا كل فين وفين لما بشوفك. انت اخر مره قلت لي ابص في السكادجول، تبصي في السكادجول؟ ساره بقى عندها سكادجول مش ولسه يا ماما ده بكره عين سكرتيره وتاخدي مواعيد علشان تقابليني. نشوف بالسهل كده. يعني مبسوطه ان انا شفتكم. همشي بقى، صباحوا على خير، توحشوني. باي. انا هروح اروق اثار المعركه اللي جوه. طمنتني. بعدين نقعد نتفرج على فيلم مع بعض. أنا ممكن أروق آثار المعركة بعدين، بس دلوقتي ممكن أنا وأنت نخش جوه نبتدي معركة تانية. لا احنا هنقضيها أفلام الأسبوع ده. معلش. ماشي أنا هخش اروق المعركه اليوم. هنجرب تاني. هتستحملني كمان مرة؟
الهرمونات الطفحة والعصبية على كل حاجة والتوتر اللي ما بينتهيش، دي أحلى لحظات حياتي. أنا عارف إن الموضوع بيضايق، بس إحنا كنا عارفين من أول يوم إن الموضوع ده هيطول. ما ينفعش نسلم بدري. الموضوع مطول معانا بسببي أنا. أنت ما كنتش مضطر تعدي بكل ده عشان تخلف. لا أنا مضطر على فكرة. أنا ما كنتش بفكر في موضوع العيال ده خالص. لحد ما قلت لي يلا تعالى نجرب. أنا مش عايز عيال بالسلام. أنا عايز عيالنا. أنا وأنتي. أنا وأنتي. وبعدين أنتي مستعجلة موضوع العيال ده ليه؟ في حد مرتاح بعياله؟ أنا وأنتي مثلاً مطلعين عين خالينا. أيوة بس بص على نعيم مثلاً. الحاجة الوحيدة اللي خليته يضحك تاني إن بنته جت قعدت معاه. لا بالعكس دي مجننة، دي بتقوله ياكل إيه ويقعد فين، دي أصعب من الدكاترة. تعبان قوي على فكرة. نعيم. آخر مرة ما كانش حتى عارف يضحك. عارف. ووجعني قوي إن هو بيتكلم على موته وعلى إنه مسألة وقت. هي دايماً مسألة وقت على فكرة. بس احنا لازم نمشي مرتاحين ومبسوطين. نايم يستاهل يمشي مبسوط. طيب تتفرج على فين؟ زي ما انت عايز. كده افضل صحيح. هنعمل ايه احنا بقى بعد الجريمه اللي احنا ارتكبناها دي يا حبيبي؟ عادي خالص، ولا كان في حاجه. نضرب سندوتشاتنا، نحبس بكوبايه الشاي سجاير، تقوم تشتغل ولا كان في حاجه. نولع في المكتب بعد كده عشان نضيع الريحه. يا عم كله انت ساكت، ما تفصلناش. صباح الخير. صباح الفل. طيب اجي لكم بعدين تكون خلصت اكل؟ لا لا لا، شدي كرسي تعالي مدي ايدك. لا ميرسي سبقتك. كنت عايزاك تشوف الميل اللي انا بعته لك قبل ما ابعته للعميل عشان علي مش موجود. مفيش مشكله، هبص عليه وارد عليك على طول. طيب اوكي، بعد اذنكم. اتفضلي. طب مش تقول لي اجي اساعدك بدل ما انت رايح وجاي على المطبخ كده؟ وبعدين بقى احنا مش اتفقنا ان اليوم النهارده هيمشي زي ما انا عايز؟ هنرجع في كلامنا تاني ولا ايه؟ ده احنا ما بقالناش تلت ساعه بس مع بعض. يا سيدي انا ما برجعش في كلامي، واديني اهو مجوعه نفسي من الصبح اما اشوف ايه الوليمه اللي انت هتعملها لي دي. بص هو فاضل حاجه واحده، هروح اجيب الفراخ من الفرن، بس لو انت فعلا عايزه تساعديني ابتدي انت اغرفي في الشوربه. طيب على فكره أنا بقالي ثلاث ساعات حاطط التليفون جوه الرز. لا ده أنت المفروض تحطه لحد بكرة الصبح. عليا حطت التليفون بتاع زوزو لما وقع في المية يوم كامل، وبعد كده تاني يوم الصبح فتحته واشتغل عادي. أما تشوف. بصي لي كده ليه؟ تصدقيني لما اقول لك ان في حاجات صغيره كده بتفرق معايا. زي ايه مثلا؟ يعني ان انا وانتي قاعدين بنتعشى مع بعض على دوش، ان انتي بتغرفي لي الشوربه بايديكي، بعد كده نروح نقعد على الكنبه نتفرج على التلفزيون، نشوف فيلم، نشوف مسرحيه.
نسمع ام كلثوم بعيد عنك حياتي عذاب. بعد كده تحطي راسك على كتفي كده ونبتدي نسرح مع بعض. طب خد بالك بقى علشان بتتلسع. انا اشوف. قولي لك ايه؟ بقول لك انا ايه؟ ايه؟ الشرب. مالا؟ هتبرد. كنت بكلم. اوبا الكلام الجامد ده، ده حتى اللي ياكل لوحده يزور. على حياة عينك. انت عندكم مشاكل كلكم جايين جايين تحكوها لي هنا، ها؟ احنا جايين نحكي عنك وليك. شايفه ابتدي انا بقى. اول واحد لقط اني تعبانه بعد عمي كان انت يا عم نعيم، واول واحد عرفت احكي له ان انا خايفه وخايفه من ايه كان برضو انت. واللي عرفني على الناس اللي في ظهر بعض دي وفي ظهري برضو انت. فاكر مرة زمان قلت لي ان اللي بيوزع كومة قش على الغرقانين بيبقى غرقان برضو؟ انت القش اللي وزعته وصل ناس كتير قوي لبر الامان. انا بحب بعد الموت يجي ما خافش. هو اكيد 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 هخاف، بس يا ريت مش كتير. وبعدين عرفتك بغض النظر انك واخد الجو مني مع الستات وبيحبوك جدا، اتاكدت منك ان التلات حاجات دول صح، عشان انت بتعمل كده. انت عايش حياتك زي ما انت عايش تعيشها من غير ما تخاف انها تخلص النهارده او بكره. وجودك بيفرق مع اي حد تقابله. ولو انه غيابك هيأذيهم، بس كل الحاجات الحلوة اللي عملناها مع بعض أكيد 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 هتصبر. بقى كل الفترة دي ومحدش يعرف أي حاجة؟ ده أنتوا طلعتوا أصيع مننا كلنا. إيه أصيع دي؟ إيه ده؟ إحنا في الحقيقة كنا هنقول لكم في الوقت المناسب، وقررنا إن إحنا نفتحكم في الموضوع بعد فرح عليها. طب ليه مش قبل الفرح؟ عشان تبقى الفرحه فرحتين؟ شاهد والله مش قصدي، انا اسفه، بس يعني فرحانه لكم بجد ولايقين جدا كمان على بعض. بس انا بقى متضايقه من حاجه صغيره كده، ان انتوا استقرتوني. يعني معقول انا ما اعرفش؟ عادي خلاص بقى. ايه استقرتوني دي؟ خلاص يا نادية خلاص. لا بص يا شاهد، دي اول مره انا باجي هنا. اول مره؟ اه انتوا بقالكم مع بعض فتره كويسه يعني. بصراحه عمي اتعمل له تمثال، وانت يا طنط شديده قوي بصراحه. شفتي؟ والله والله هرقص لكم في فرحكم اكتر ما هرقص في فرح البت عاليه. بس انتوا اني اتاري انت بقى كنت عايز تسربني عشان كده، عشان يخلالكم الجو. ها
عموما بقى انا مش هعطلكم، انا اصلا كنت جايه عشان اخد حاجه وماشيه على طول، عقبال ما ادخل اجيبها وامشي تكونوا سخنتوا الاكل تاني عشان زمانه برد. المفتاح ده بقى خلاص ما بقاش ليه اي لازمه، ما يصحش يفضل معايا. موقف محرج. اتقفشنا. اتقفشنا ايه؟ واحنا كنا بنعمل ايه يا عادل؟ ده احنا يا دوب كنا بناكل. خلاص خلاص مفيش داعي تتعصبي، بس لو نفسك ان احنا نتقفش بجد انا ما عنديش اي مانع. دلوقتي بقى هوزع عليكم التركه. انا مش خايف اني هروح، كلنا هنروح، بس كل واحد ليه هدية عندي علشان لما يحس انه عايز يشوف عم نعيم يبص الهدية دهيت يحس بطيف عم نعيم جنبه. هدي التبليل طبعا اول هدية لأغلى الناس. ده غالي أوي. والغالي ليه؟ ليه الغالي؟ عشان أمينة وسليم. دي اسمها مسك الليل. ريحتها حلوة. كل ما تحسوا نعم نعيم وحشكوا هتهزوها هتطلع ريحة حلوة قوي وكأن طيفي معاكم. يا فصيلة يا فصيلة ما تستني، عايزة أشوف كويس. قولك إيه، أصلا أحلى فستانيين في الآخر، اصبري بقى. لا أنا مش موافقة يا شهد. مش موافقة علي ازاي يعني؟ يوم فرحي هتبقى احلى مني انا؟ يا حبيبتي ده مش بايدك، اصل القلب غالب. طب سيبك انت، بصي ده حلو قوي بس لازم لون تاني. انا عندي فكره حلوه قوي، فككوا بقى من الالوان دي، ايه رايكم بقى تتفرجوا على الالوان دي؟ مش مصدقه ان انت هتتجوزي. ايه لازم تتفرج؟ لا اختي الصغيره. لا يا سفله. لازم يبقى عندك شويه خبره، انت داخله على جواز. مين خبرة مين؟ دي انصح مني ومنك. عيب والله العظيم الكلام ده. عيب انصح مني انا؟ طب ما مستحيل هتبقى انصح منك انت يا متجوزه. يعني قولي لها شويه، انقلي لها فاهمه بقى. لولو قطه مغمضه وانا لازم اعمل الاخت الكبيره واحكي لك وكده واقول لك؟ مش هعرف اعمل كده. بصراحه الموضوع غريب قوي. ممكن نتفرج. مدير الرخل بيتصل بيا طول الوقت، قبل الشغل وبعد الشغل ووقت الاجازات. مقطوعه لكم انا يعني؟ طب انا دلوقتي عندي سؤال، القطه المفتحه تحب ايه تقولوا للقطه المغمضه؟ طب استني بقى عشان القطه المفتحه لازم ترد على جوزها. الو يا سليم. انا لسه عند شهد. ليه؟ اجي لك دلوقتي؟ ليه؟ دي بقى يا فندم هايلة جدا. جلد طبيعي
لو الاكل وقع عليه سيبيه يقع عادي، لو الاولاد حبوا يرسموا ويلونوا سيبيهم يلونوا، اهم حاجه ان هي بتنضف وترجع تاني كانها جديده. يا فين بقى الكتالوجات اللي اتفرجنا عليها؟ حاضر يا فندم، هجيب لك الكتالوجات وهفرجك كمان. والنبي هات الكتالوجات بس. اوكي اوكي يا واحده نفخت منه. ها النبي لو اخد كنبه في الدنيا ما هياخدها. والله العظيم انا كنت عارفه ان من بعد تالت كلمه قالها وانت كنت خلاص جبت اخرك. خلقك ضيق انت برضه يا سنسن. الكنبه مريحه؟ مريحه جدا. ايه ده ايه ده ايه ده في ايه يا ابني اتلم، احنا في مكان محترم. ده ايه ده؟ استنى بقى عشان شهد بتكلم علم. لا انا ما حاسه. طب خلاص عدي تجيب الليل خديه. طب خلاص حطي المفتاح تحت المشايه وساعه ولا ساعتين هعدي اخده هرجعه مكانه. يا ستي انت حيلتك حاجه اصلا عشان تتسرق؟ طيب باي. انت عارفه ان انت عندك اوردر شغل كمان شويه؟ وبعدين عندنا ميعاد مع الويدنج بلانر. صح؟ عارفه بقى ان الاثنين مش جنب بيت شهد خالص؟ ايوه يا علي. لا لسه في الطريق اهو. لا ما تتأمريش، مش كفايه ان انا اتدبى المشوار لحد بيت شهد عشان اجيب لك حاجتك واعديها عليكي في البيت عندك وبعد كده اروح بيتي؟ عايزاني كمان ما اخلصش مشاوير انا الاول؟ انا كنت عند الدكتور. دكتور الناس. ما قاليش حاجة يعني. ما قاليش حاجة، ماليش حاجة، ولا حاجة كويسة ولا حاجة وحشة. كالعادة، ما فيش حاجة. خلاص ماشي. مش قادرة أتكلم يا عليا، خلاص بقى أنا قربت أوصل عند شهد أهو. هجيب الحاجة وأعديها لك. ماشي. أنا عارفة تحت المشاية. أوكي. باي. باي.